عليه السلام. وحين بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليقيم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق السماوية الثلاث: مصر مهد الدين وراية مهد الأديان السماوية. في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام وتجلى له النور الإلهي وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين. وهنقول نعم علشان بنحب مصر، هننزل وهنقول نعم علشان بنحب مصر. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر. شكرا.